ما تلتفت ابدا هكذا. الله أكبر الله أكبر. الان هم تحت الحصن قريب يعني في امتار قريبه للحصن. النوبه هذه مواقع على الاماميه التي تم السيطره عليها من قبل الجيش وتم السيطره على النوبه الذي تحت حصن الجرن. والمواقع الاماميه هذه الذي تحت تبت السمكه والنوبات المجاوره هذا تمركز قواتنا ومن المدفعيه مؤخرة المدفعية حقنا في هذا الاتجاه والمواقع الأمامية التي تم السيطرة عليها في البيوت والتبة الذي مقابلة للحجلة. ولله الحمد تم السيطرة بعون الله من قبل أبطال اللواء السادس حرس حدود. وإن شاء الله إلى الأمام إلى الأمام. المسيطر عليها من قوتنا الآن في أفراد في داخل البيوت هذه الاستطلاعية والأفراد اللي في المقدمة قدام بجلهم والمواقع اللي فوقها مواقع العدو في بعد بينهم أمتار قليلة 100 متر أو 150 متر تقريبا. والأمور إن شاء الله تحت السيطرة في الأيام القادمة إن شاء الله. إلى الأمام إلى الأمام.